Good afternoon, girls. How are you? Today we are going to have Unit 6. This unit is talking about a healthy food and healthy life. بنات اليوم راح نبدأ بالوحدة السادسة. هاي الوحدة تحكي لنا عن الغذاء الصحي والحياة الصحية والعادات الصحية والنوم الصحي وأي شيء متعلق بالصحة. Okay, بنات. So we are going to start with lesson 1, a healthy lunch. Here we have two pictures. Each picture has several kinds of food, and some of them are healthy food and other are not healthy. Okay, girls, and you have to guess which one is the healthier one. عندنا مجموعتين من الطعام, واحدة صحية واحدة غير صحية, ومطلوب مننا انه نحذر ايما هو الصحي ايما هو الغير صحي. فاحنا راح نقرأ مقال للدكتورة وجدان خبيرة التغذية ونعرف اي مطعم صحي واي مطعم هو اللي ما صحي. وجدان is a nutritionist. Read the first part of her talk about nutrition and check your ideas. وجدان هي طبيبة التغذية. اقرأ الجزء الاول من النصيحة مالتها, ويعني ما من نصيحة, من يعني حديثة عن الصحة والطعام, وبعدين دقق أفكارك الشيء اللي قلته صح له غلط. Which picture shows the healthier lunch؟ أي صورة توضح لنا الغداء الصحي أكثر؟ If you guessed picture 2 you are right. إذا حزغتم الصورة الثانية فعلا أنتم صح. Why is it better؟ ليش هي الأفضل؟ Well, first of all, this lunch has food from more food groups than the other one. هاي الصورة بيا يعني منوع الطعام بيا أكثر من الصورة الأخرى. Secondly, the lunch in picture 1 includes food that can be bad for your health. الطعام بالصورة الأولى ممكن أن يحتوي على أنواع تكون سيئة أو غير جيدة لصحتك. تحق مثل ما تشوفون بيا بيبسي, بيها جبس, بيها جلاتين, بيها كيك, هاي كلها أشياء مضرة بالصحة. أوكي بنات, هسا راح نقرأ المقالة مال دكتورة وجدان خبيرة التغذية. Let me talk first about why it is important to eat food. بنات قبل ما أقرأ هاي القطعة, ما مطلوب منكم مجرد قراءة ومعلومات, المطلوب منكم تحلون فقط تمارين الأكتيفيتي بوك اللي متعلقة بهاي القطعة. أوكي, let me talk first about why it is important to eat food from different food groups. قبل كل شيء دعوني أتحدث لماذا هو مهم أن نأكل الطعام من الأصناف من أصناف الطعام المختلفة, أو من يعني من جروبات تقسيمات الطعام المختلفة. Our bodies need different things to grow and be healthy. جسمنا يحتاج إلى أطعمة مختلفة لكي ينمو ويصبح أكثر صحة. And they are not all in the same food groups. وهذا التغذية ما كله موجودة بجروب واحد من الطعام. The yogurt in picture 2, اللبن بالصورة الثانية. أشبه اللبن بالصورة الثانية. From the dairy group, من يعني جروب المشتقات الأطعمة اليومية, طعام أكل الصبح قصده. Foods made from milk, الطعام المصنوع من الحليب. And contains calcium, يحتوي على الكالسيوم. We need calcium to have healthy teeth and bones. نحتاج الكالسيوم حتى يكون عندنا عظام قوية وأسنان قوية. The chicken in the sandwiches contains protein. الدجاج بالساندويتش يحتوي على بروتين. Which gives us strong muscles, اللي يعطينا عضلات قوية. The salad and apple are from the fruit and vegetable groups. الزلطة والتفاح من الفاكهة من صنف الفاكهة والخضروات. The foods in this group contains vitamins our body needs. الطعام بهذا الجروب يحتاج فيتامينات, يعني محتوي على فيتامينات اللي جسمنا يحتاجه. For example, tomatoes have a lot of vitamin C. مثل الطماطة اللي تحتوي على فيتامين C, which some doctors think helps you get better when you are ill. واللي يعتقدون الدكاترة انه هذا الفيتامين هو اللي يجعلك بصحة افضل عندما تمرض. Some teenagers don't get enough fruit and vegetables in their diet. بعض الاطفال ما يعني طعام ما يحتوي على, عفوا المراهقين, طعام ما يحتوي على الخضار والفاكهة الكافية.
try to eat more يعني ننصحهم انه ياكلون اكثر. هون عندنا imperative جمله بدل فعل مجرد جمله امريه. vegetables taste good if you don't cook them too much. طعام مذاقهم يكون لذيذ اذا ما طيناهم بشكل كامل. and fruit and vegetables have few calories. الخضار والفواكه يحتوون على سعرات حراريه قليله. اوكي so they are good for people who want to stay slim. لذلك جيده تعتبر جيده الخضروات والفواكه للناس اللي يريدون يحافظون على رشاقتهم ويبقون ضعيفين. calories are the measurement of energy values in food. السعرات الحراريه calories يعني سعرات حراريه هي المقياس الطاقه اللي تحتويها الاطعمه. اوكي بنات هذه مجرد قراءه ما مطلوب منكم كلمات جديده انتم تطلعوها بالقاموس وتحفظوها. بعد ما طلعتمها وقريتمها اشنو عليكم بنات؟ المطلوب منكم انه تحلوا لي تمارين lesson 1 اللي هي A و B و C كل تمارين تعتمد على المعنى. وبعدين بعد ما تحلوها تبعثوا لي الحل مالتكم على الكلاس وورك. اوكي بنات هسه راح نجي بنات على lesson 2 اللي هو يتحدث عن النوم الكافي لجسم الانسان. اوكي بنات lesson 2 عندنا قطعة have a good night. اوكي يعني الحصول على قسط كافي من النوم. بنات القطعة ان شاء الله راح نقراها والاكتيفيتي بوك بنات عندكم 5 اسئلة حول هاي القطعة. احفظوا هاي الخمس اسئلة وتكفيكم. اوكي بنات 5 اسئلة راح ناخذ بس هي الموجودة بالاكتيفيتي بوك راح نحل لكم هي. اوكي فراح نقرا هذه القطعة a good night's sleep. هذا تقرير عن النوم الجيد والصحي. اوكي نبدي. Do you think sleep is a waste of time؟ هل تعتقد ان النوم هو مضيعة للوقت؟ Do you like to stay up late to do homework؟ هل تحب ان تسهر لوقت متأخر من اجل عمل واجباتك؟ Talk with friends او التحدث لاصدقائك or play computer games او لعب العاب الكمبيوتر. We asked Dr. Ibrahim Ansari, a sleep expert, يعني سألنا الدكتور إبراهيم أنصاري خبير النوم, if sleep was really important for teenagers, إذا كان النوم فعلا مهم للمراهقين. Dr. Ansari said he was worried about many of the teenagers he saw in his office. دكتور أنصاري قال إنه هو قلق بشأن الكثير من المراهقين الموجودين بمكتبه. He said that many of them slept for only 6 or 7 hours a night. قال أنه هي فقط ينامون لمدة 6 أو 7 ساعات بالليلة. Teenagers should sleep for an average of 8 hours per night. المراهقين يجب أن ينامون بمعدل 8 ساعات في اليوم أو في الليلة. Your body needs sleep to grow and stay strong. جسمكم يحتاج إلى النوم والراحة حتى يبقى قوي. If you haven't had enough sleep, إذا ما حصلت على نوم كافي, you can get hurt. ممكن أن تتأذى. If you do sport, إذا يعني تلعب رياضة وأنت ما نايم بشكل كافي راح تتأذى. Your brain needs sleep too. دماغك أيضا يحتاج للنوم. Dr. Ansari told us that many of the teenagers he saw got bad marks because they were often tired. دكتور أنصاري أخبرنا إنه كثير من المراهقين حصلوا على درجات قليلة. ليش؟ لأنهم ما كانوا يحصلون عن النوم الكافي وكانوا دائما تعبانين. هسه نجي على different stages of sleep. بنات هسه نجي على مراحل النوم المختلفة. إيش هي مراحل النوم؟ scientists still don't know everything about sleep. العلماء لهسه ما يعرفون كل شيء عن النوم. But they know that there are 5 stages of sleep. بس يعرفون انه النوم بينه 5 مراحل. We asked Dr. Ansari what they were. سألنا دكتور أنصاري ايش نمهم هاي الخمس مراحل. The first stage is when you fall asleep, you relax and your heart starts to beat more slowly. سألناهم من the first stage من المرحلة الأولى إنه من تنام راح تسترخي وترتاح وقلبك راح ينتظم دقاته وراح يدق ببطء أكثر.
The second stage is light sleep during this time. You wake up very easily if you hear a noise. المرحلة الثانية هي مرحلة النوم الخفيف. خلال هاي المرحلة ممكن أن تستيقظ بسهولة إذا سمعت أي ضوضاء. In the third stage, المرحلة الثالثة and fourth stage, you sleep more deeply. بالمرحلة الثالثة والرابعة تنام بأكثر عمق. It is difficult for someone to wake you up. ومن الصعب لأي أحد أنه يوقظكم. The last stage is the time when you dream. آخر مرحلة هي المرحلة من تحلمين. Your body is relaxed but your eyes move. جسمكم مرتاح ومسترخي بس عيونكم تتحرك. بنات هسا عندنا آخر فقرة من القطعة. Cures for sleeplessness. علاجات قلة النوم. Sometimes you go to bed. أحيانا تروح للسرير but can't get to sleep. بس ما تقدر تنام. We ask Dr. Ansari what you could do. سألنا دكتور أنصاري إيش ممكن نعمل. First of all, try to go to bed at the same time every night. قبل كل شيء تعلم إنه تروح على السرير نفس الوقت يوميا. Don't do anything exciting just before bed. لا تعملون أي شيء ممكن أن يحمسكم قبل وقت النوم. Like exercising or watching an adventure film. مثل التمارين الرياضية أو مشاهدة فيلم مغامرة قبل النوم. دكتور أنصاري told us you could drink a glass of warm water, warm milk if you really couldn't fall asleep. دكتور أنصاري أخبرنا أنه ممكن أن تشربون كوب حليب ساخن أو دافئ قبل النوم إذا ما تقتم تنامون. He said many teenagers found drinking milk relaxing. هو أيضا شاف أنه عديد من المراهقين شافوا أنه شرب الحليب الدافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء. Now that you know what to do. هسا عرفت إيش تعمل. Have a good night's sleep. امتلك نوم جيد. نام جيدا. You will feel much better in the morning. راح تشعر بحالك أفضل جدا في الصباح. أوكي بنات هسا كملنا هاي القطعة من lesson 2. المطلوب من عندكم بنات تحلوا لي تمارين الاكتيفيتي بوك من ليسن 2 صفحة 93. انتم حلونه ودرس القادم انا هم احل لكم هو بس اريد تحلونه حتى تحفظون اجوبته. عندكم صفحة 94 بنات لا تحلوها لانه راح نشرح موضوع جديد اللي هو reported speech. الدرس القادم نشرح reported speech حتى نحل تمارين وبعدين. اوكي بنات اذا واجبنا حل تمارين lesson 1 وحل تمارين lesson 2 تمرين A فقط. اوكي بنات thank you.